everyone and welcome to my IGTV. بما أننا قاعدين بالبيت وعندنا وقت فراغ وايد قلت خليني أستغل الفرصة وأتكلم عن موضوع وايد مهم ونسألت عنه وايد ويخص كل امرأة حول العالم. موضوع وايد حساس اللي هو موضوع الرضاعة. أنا كنت ناوية أرضع بنتي سنتين لأنه أنا عارفة حليب الأم مهم كثير لنمو الطفل. أول 20 يوم كانوا perfect، كنت أرضع بنتي رضاعة طبيعية واستخدم البريست بامب. بعد 20 يوم بدأ عندي شوي شوي الحليب يخف لما وقف، مع أني حاولت أن أنا أستخدم أشياء مضرة للحليب مثل الشوفان، مثل الحلبة، سبليمنت، حتى في دول قالوا لي عنها كانوا يستخدمونها أيام قبل حق الترجيع، يقولون أنه هو يزيد من الحليب في صدر المرأة، كمان ما نفع معي. اكتئبت وزعلت وضايقت لأنه حسيت بالذنب وحسيت أنه أنا المسؤولة وصرت ألوم نفسي ليش أنا ما عندي حليب، يمكن أنا سويت شيء غلط أو يمكن أنا تسببت في أنه هذا الشيء يصير لي. استخدمت لبنتي حليب صناعي، سوالها عسر هضم، صار عندها غازات كثيرة، هذا خلاني أضايق زيادة وأحس بالذنب زيادة وأحس بشعور المسؤولية تجاه بنتي زيادة. بالصدفة صاحبتي قالت لي عن حليب صناعي قريب كثير من حليب الأم لأنه مصنوع من حليب الماعز، وأيام قبل كانت لما المرأة ما تقدر ترضع يستخدمون حليب الماعز للرضيع لأنه أقرب حليب فعلا لحليب الأم. الفورمولا هذه اسمها كبريتا. كبريتا فيها كل العناصر الغذائية المفيدة والمهمة لنمو الطفل العضلي اللي هو البدني، ولنمو الطفل العقلي اللي هو نمو الجهاز العصبي، وكمان لتطور الجهاز المناعي. كبريتا تحتوي على الفيتامين A والزنك والتورين والأحماض الدهنية المفيدة. الحلو في كبريتا أنه ما سوى حق بنتي أي عسر هضم، ما سوى لها غازات أو إمساك، هذا كلها أشياء يعانون منها الأطفال اللي يستخدمون الحليب الصناعي. وين موجودين كبريتا؟ موجودين في كل الفارماسيز، الصيدليات والسوبر ماركتس الكبار في دول الخليج، وكمان موجودين في المواقع الإلكترونية الخاصة بمستلزمات الطفل والأم. رسالة أحب أنه أنا أوجهها حق كل الأمهات حول العالم: Don't stress yourself و don't overthink everything. انبسطوا و enjoy every moment of motherhood لأنه هذه أحلى رحلة تمر فيها أي مرأة حول العالم. Thank you so much for watching and I hope you enjoyed my video.